عمل جميل للفيحة، الجميل كان مضلحي في إنقاذ مرمى الاتفاق. وكرة فتحوية الآن وتمريرة ممتازة للناظري أمام المرمى. فاروق بن مصطفى يتدخل، بيلعب الكرة في مكان عبد اللطيف، بيرسل الكرة لبريك، عدى لبريك على الرضا، بيرسل الكرة في مكان وليد الله، الكرة تبعد، عدت ولا ما عدت يا ريفاس؟ ريفاس يقول عدت والهلال يبغيها تعدي. الله لا يقدره عكاشي، كان أن يكون ضرب في الشباك أيضا. فتاو يجرب بيعرض إلتون وعساف 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 وعساف. يا عميد عندك عساف، لا تخاف لا تخاف.